وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكد عضو مجلس الشورى عبد العزيز أبول أن ميثاق العمل الوطني أسس لنظام سياسي منفتح في المملكة. أولا هي أسست لنظام سياسي متقدم يقوم على نظام المجلسين، وبالتالي يراعي احتياجات المجتمع ويراعي احتياجات الدولة بوجود نظام سياسي منفتح على كافة الإصلاحات، على كافة التطورات الديمقراطية، ويتيح لكافة الآراء الشعبية وأيضا للمصالح المختلفة التعبير عن رأيها فيما يتعلق بسياسات الدولة، فيما يتعلق بالتشريعات، وما يتعلق بأيضا أي مستجدات تأتي، بحيث يكون في حوار وتداول للرأي والاتفاق على ما هو الحل الوسط أو الرأي المناسب للأغلبية تسير البلاد نحوه. هذه خطوة متقدمة جدا في البحرين. أعتقد أن هناك عديد من الدول تنظر لتجربة البحرين نظرة إيجابية، ونحن من خلال الممارسة الحقيقة نلمس أن فعلا هناك إيجابيات كثيرة للعمل من خلال نظام المجلسين، بحيث يكون في تداول وفي رأي وفي انفتاح لتقبل الآراء مهما تكون يعني مختلفة، لكن دائما التداول في الرأي يوصل إلى نقطة متوازنة ونقطة متفق عليها.